بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قميتاتشنن يا كايرن من الجنبات أهم لتن يا سفراتشن لو إن شاء الله هي على نبت بوتا يا أبد أورناتي تكايد بيت بزو صحابوتش يا لكبت نبي صلى الله عليه وسلم تأزاز ماكبر بتأمت كل نيانات هلاك مينا اندالو الله عز وجل صحابوتش تلك تمرتني ستنبت سفرانو أهون مجنبتني قومي مجنبت معركة ويتكاهد بس صحة المعركة ينبر بس بوتانا في اللي في تعشية متملكته جبل الروماتنا وبك أني بقول على جبل الروماتنا إيه نبي صلى الله عليه وسلم يستأمد أتشو وإذا همسا يميت أقوين كهمسا بلا يميونه أستنيوش لبس عسل اللي يستأمد بس بوتانا برة فبني بستك أني بقول دمو بكت سعى متعود تعلق الجبل جبل وحدنا نبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه يهم ترارا نود ولن يودنا ليالو بنت ياالو لت تعلق ترارانه كفيت لبيتاتشن دمو تللقوش صحابوش كمثل حمزة ابن عبد المطلب بن سعد سلم أبوه ينبروا حمزة تعلق وصحابي مصعب بن عمير يمثلوا دين تسويش دمو يتجدلوا بالسفرانة الناس يتكبروا بالسفرة ينسوا مكبر على السفرانة منا يبت بوتانو وهو حقيقة بنب صحابوش تاريخوس لن يام تعلق تمرتي على بوتانو نبي صلى الله عليه وسلم انتزاز ما أكبر محمد رسول الله ونبي محمد نبي صلى الله عليه وسلم يا الله من اكتن يا مهوناتشون بلبست متكل يساتشون تزاز كله بهوت استمانور كساتشون تزاز قارا مكتل يساتشون تزاز بيتين يوم بوتالا على مخالف على مكاوم يساتشون دنور وتمنور يساتشون تزاز بهوت عشان لا يتكبر أي مدرك مني هالتلك مينا اندالو مني هالأسفل لاجين دهونة بفتسم كهوت عشان اللي قارت عندما يجبا يتمار نبت بوتانا وعود نبي صلى الله عليه وسلم يعود معركة فلقوه يمتات ورنت هالنبرم لبكال يمتوت قريشوتي هنن بوتا مرتو لطورنت بميقبو بسات الله عز وجل بطورنت وقتلا يمجم مريعون يطورنت ميدا دلون وده صحابوتو ياك الرببتون يتانبرة يهنن يتملكتوت نبي صلى الله عليه وسلم بفتسوم تراراون انيس كمازاتشو درس يتشي جبل الروماتن اندات لكوبو يالاتشو صحابوتش يمجم مريعو طورنت معركالاي يصحابوتش ماشن نفنسي ملكتو غنيما انداي ملتاتشو يدونيا قوسا قوسنا قيت እንዳ ያመልጣቸው ሲሉ የነብዩን ትእዛዝ ጥሰው ጥቂት ሰዎች መውረድ ሲጀምሩ ከላይ ያሉት ሰዎች ደግሞ አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉን ባለንበት ቦታ ላይ እንድንቆይ ነው ያዘዙ በፍጹም ከዚህ ቦታ ላይ እንድንሸሽ አላዘዙንም እሳቸው ሳይሉን አይወርድም በማለት በሁለቱ መካከል በሁለቱ ጭፍራዎች መካከል የልብ የቃላትና የሐሳብ መለያየት ተፈጠረ በዚህ ወቅት ግማሹ ጭፍራ መወረድ ነው የተመለከተ የቁረይሽ ጦር በዚህ አቅጣጫ ከተራራው ጀርባ በخالد ابن الوليد ይተወራ እየተመረ ማለት ነው እዚህ ማዕረካ ላይ እዚህ ሰሃ ላይ የነበሩትን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ሳንዱች አደረጓቸው ከሁለት አቅጣጫ ከበቧቸው ማለት ነው በዚህ ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠብቁ ጥቂት ሰሃቦች እስከሚቀሩ ድረስ አብዛኞቹ ሰሃቦች ተገደሉ ወደ 70 የሚጠጉ ቁርአንን በልቦናቸው ላይ ያሳደሩ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ አብረው የተጓዙ ትልልቅ መሃጅሮች ሳይቀሩ በዚህ ማዕረካ ላይ ተሰው ማለት ነው نبي صلى الله عليه وسلم ورزي ترارا لا يوتو يه ترارا عندما تملكوت تلك ترارا نو نبي صلى الله عليه وسلم صحابو تشاتشو نيزو ورزي ترارا ششو بششو بتوقت تراراو كنبرو هنيت احتزاز يا درجة من كتكتنا بيلونا بزي وقت ومن كتكتنا بسات نبي صلى الله عليه وسلم يحدى يا جبل أهود أهور ترقا قايلو تنبرم أنا نبي أني نبيني وفيك نبي بانتم لا يالو نبينو وفيك صديق بانت لا صديقكم صديقكم قوم بال بانت لا هول الشهيدوچم قوم بال بمالت يا عمرنا يا عثمان المنور يذكروت نبره بزان وقت لاي ابا سفيان كترارا في تلفيت بممطات يا نبي الله هذا هو الانتقام هذا هو الانتقام علىكم يا محمد عفوا هذا هو الانتقام انت محمد يهونا بقلو يهونا بقلو بمالت استاوساچو نبر يبالال نبي صلى الله عليه وسلم بزي وقت زمت عن نبر يمرطوت نلال حقيقه كعود من مارو نغر جن مندنو النبي صلى الله عليه وسلم تزاز لدقيقة مشش كنبي صلى الله عليه وسلم تزاز ما فنقت يهولا كسرت يا متال يا دنيا فكر عزلو كنبي صلى الله عليه وسلم تزاز ما فنقت دقمو يبلط يا كسرال هيوتن يا ودمال انذين كل صحابوچ اندنات ادرغونال معناتنا حقيقه يا اخوه كزي من نوصلو تمرت لا اله الا الله بلبوناچون است اندغبا هولا محمد رسول الله يا النبي صلى الله عليه وسلم تئزاز يعني صلى الله عليه وسلم ملائكتينت بلبس ليتكل يجبال ساتشي عززتون مادرك ساتشي يكلكلوتن متو بساتشي يهود قانون على مغواز يهول غزي تمرتاچ ليون يجبال معناتنا لدقيقه اوچ النبي صلى الله عليه وسلم تئزاز سيشار بهولت
በሙእሚኖች ልቦች መካከል በሁለት የሙእሚን ጭፍራዎች መካከል የልብ ልዩነት ተፈጠረ። የልብ ልዩነት ሲፈጠር በሙእሚኖች መካከል አንድነት ሲወገድ ማለት ነው። ሐቂቀተን አንድ ነገር ይከሰታል። አላሁ ዐዘ ወጀል እንዳለው ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ነው። አትጨቃጨቁ፣ ከተጨቃጨቃችሁ ሞገሳችሁ ይወድቃል፣ ክብራችሁ ይገስፋ ምንድነው ይወድማል። በእናንተም ላይ ደግሞ ሌሎች አካላት ይሰለጡና በእናንተ ላይ የበላይነትን ይወስዳሉ ነው በማለት አላሁ ዐዘ ወጀል ያስተዋወሰን። ደግሞ ከነቢዩ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የምንጥስበት ነገር የዱንያ ፍቅር ከሆነ ሰሃቦች የወረዱት ምንድን ነበር? ያቺን ገኒማ እንዳታመልጣቸው ነበር። አላሁ ዐዘ ወጀል ወቀሳውን በኡሁድ ሰሃቦች ላይ አወርዷል ማለት ነው። አላህ ምን ይላቸዋል? ሚንኩም መን ዩሪዱ ዱንያ ወሚንኩም መን ዩሪዱ አኺራ። ከእናንተ መካከል ዱንያን የሚፈልግ ሰው አለ፣ ከእናንተ መካከል አኺራን የሚፈልግ ሰው አለ። ተመልከቱ፣ ይሄ ንግግር የተባለው ለሰሃቦች ነው። ፈማ ባልኩም ቢና፣ በእኛስ እንዴት ነው የሚሆነው? صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ونت بلوال ياتشين حديث ياستاوسون غزينا مالتنا يوم القيامة بدرس وقت لاي يتلاي يوهز بوج لك عند التاكولا ودق مقب اندم تسبع السبو ودق مقب ودق عوريوش ودق مقب عشو اندم يسبع السبو بنان تلاي يسبع السبو باتشوالي لالو كذاو بزاو وقت لاي صحابوشو جيكبت عم قرم عشونا ቁጥራችን ስራ እነሰነው ያ ነብይ አላህ በእኛ ላይ የሚሰበሰቡት እንዲያሏቸው። አይ ቁጥራችሁ ስራ እነሰ አይደለም የሚሰበሰቡት፣ በል እናንተ ቁጥራችሁ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ልክ በረሃ ላይ እንዳለ አረፎት ናችሁ። በረሃ ላይ ያለ ምንድነው? ባህር ላይ እንዳለ አረፎት ናችሁ። ባህር ላይ አረንጓዴ ነገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንደዛ አረንጓዴ ነገር የበዛችሁ ናችሁ በቁጥራችሁ። ላኪን እናንተ መካከል ቁጥራችሁ ቢበዛም ግን ቁዋችሁ፣ ክብራችሁ፣ ሞገሳችሁ የተዋረደ ነው የሚሆነው አሉ። ለምንድነው የተከሰተው ብሎ ሰሃቦቹ ቢጠይቋቸው ሁለት ምክንያት ነው ይሄንን የሚያመጡ አሉ። ከራህየት አልመውት ወሁብ አልዱንያ፣ ዱንያን ማፍቀርና ሞትን መጥላት ነው። እነዚህ ሰሃቦችን ያው ገኒማውን አፍቀር ወደ ምድር ወረዱ። ከተራራው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዛዙ፣ ምድሯ በሙሉ እንዳልነበረች ሆነች። ድል ከነሱ ላይ ተነሳች። እኛንም የሚያዋርደን ሁለት ነገር ብቻ ነው፣ ከራህየት አልመውት ወሁብ አልዱንያ፣ ሞትን መጥላት፣ ዱንያን ማፍቀር። ከዚህ ይሁድ وقت كذي يهود بوتالا يمنوس دو تلقوا تمرت إيه مسلنيال. هذا هو الله أعلمه، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.